الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين، أما بعد. فقد أخرج الطبراني في مكارم الأخلاق عن إياس بن معاوية بن قرة رحمه الله تعالى أنه قال: كان أفضلهم، أي عند السلف رحمهم الله تعالى، كان أفضلهم عندهم أسلمهم صدرا وأقلهم غيبة. هذا الأثر الذي ذكره إياس بن معاوية بن قرة رحمه الله، وإياس بن معاوية من صغار التابعين، وأبوه تابعي وجده قرة صحابي، وقد كان من القضاة المشهورين ومن الفقهاء المعروفين، وكان من أذكياء العالم رحمه الله ورضي عنه. فهو ينقل في هذا الأثر الحال التي كان عليها السلف رحمهم الله تعالى في تفضيلهم للناس، أنهم كانوا يفضلون سليم الصدر والذي لا يتكلم بالغيبة. وهذا يدل على فضيلة هذين العملين، ولا شك أن هذين العملين من أعظم الأعمال وأجل الطاعات وأعظم القربات عند الله سبحانه وتعالى. فالغيبة لا شك أنها محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب العظيمة، ويكفي زاجرا فيها قوله سبحانه وتعالى: يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وجاء في الحديث الحسن في حديث الإسراء والمعراج أنه عندما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، عندما أعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، رأى أناسا لهم أظافر يخمشون وجوههم، فسأل عنهم فقال: هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس أو يأكلون لحومهم. وأما سلامة الصدر فلا شك أنها من جليل الأعمال، فمن فضائل هذه العبادة الجليلة أنها سبب لدخول الجنة. دخل رجل على الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. وقال ذلك في ثلاثة أيام. فلما كان اليوم الثالث خرج عبد الله بن عمرو مع هذا الرجل وقال له: إني تلحيت مع أبي وأقسمت ألا أبيتن معه ثلاث ليال من أجل أن يبيت معه ويرى من عمله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من أهل الجنة ثلاث مرات، فبات عنده ثلاث ليال ليرى ما يعمل، فلم يرى مزيد عمل. فقال له: والله إنه لم يكن بيني وبين أبي لا نزاع ولا هجر، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أنك من أهل الجنة، فأردت أن أعرف عن عملك، يعني من أجل أن يقتدي به. فقال له هذا الرجل: ليس عندي إلا ما رأيت، ولكني لا أبيت وفي قلبي غش على أحد من المسلمين، ولا أحسد مسلما على نعمة أعطاها الله إياه. فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: بهذه بلغت، وهذه التي لا نقدر عليها. فهذه فضيلة من بات سليم الصدر للمسلمين. وأيضا سلامة الصدر نعيم معجل في الدنيا، لأن من نعيم أهل الجنة سلامة الصدر. قال سبحانه وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار خالدين فيها. فهذه الآية تدل على أن أهل الجنة لا غل في قلوبهم ولا حسد ولا حقد، فالله عز وجل ينزع ما في القلوب إذا دخلوا الجنة حتى يكونوا في هذا النعيم العظيم. فسلامة الصدر في الدنيا نعيم معجل من الآخرة. وسلامة الصدر تكون للمؤمنين عموما، وللأنبياء والرسل خصوصا، وللصحابة كذلك، كما قال سبحانه وتعالى عن المؤمنين الذين يكونون بعد المهاجرين والأنصار، قالوا: الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا
ربنا إنك رؤوف رحيم. فالذي في قلبه غل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من هذه الآية، ولا له في الفيء شيء. قد استدل بعض أهل العلم بهذه الآية أن الرافضة ليس لهم في الفيء شيء، لأن قلوبهم ممتلئة غلًا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك القرون المفضلة، ثم أئمة الهدى وأنوار الدجى من علماء المسلمين، فهم أولى بأن يكون المسلم سليم الصدر تجاههم، ثم بعد ذلك بقية المسلمين. فسلامة الصدر من أجل الأعمال وأعظم القربات. قال سفيان بن دينار: قلت لأبي بشر يعني حدثنا عن أعمال من كان قبلنا، فقال: إنهم يعملون قليلا ويؤجرون كثيرا. فقال: بما ذلك؟ قال: بسلامة صدورهم. فسلامة الصدر قد ترقى بالعبد منزلة عظيمة لا يبلغ لها لو عمل غير ذلك من الأعمال. فلا شك أن سلامة الصدر من الأمور العظيمة، ومما يعين على ذلك أن الإنسان يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا وصل إلى هذه المرحلة فإنه لا بد أن يكون قلبه سليما. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا أحببت الخير الذي لنفسك لغيرك فهذا دليل على سلامة صدرك. ومما يعين على سلامة الصدر صيام 3 أيام من كل شهر. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد والنسائي، قال: لا أخبركم بما يذهب وحر الصدور، يعني غلها وحقدها وحسدها. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صيام 3 أيام من كل شهر. فصيام 3 أيام من كل شهر سبب لذهاب وحر الصدور. فعلى المسلم أن يحرص على هذه العبادة الجليلة التي هي سبب لسلامة الصدر. ومما يسبب سلامة الصدر ما جاء في الحديث الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا يغل عليه قلب عبد مؤمن. يعني إذا التزم هذه الأمور 3 فإنه يسلم من الغل الذي يكون في القلب. قال: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم الجماعة. فهذه الأمور 3 إذا التزمها المرء فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يسلم من الغل الذي يكون في القلوب. فهذا مما كان عليه السلف رحمهم الله تعالى، أنهم كانوا يفضلون سليم الصدر ويفضلون الذي لا يتكلم بالغيبة. وقول إياس بن معاوية أقلهم غيبة ليس معنى ذلك تجويز الغيبة القليلة، وإنما هذا تجوز في الكلام، وإلا فإن الغيبة كلها محرمة إلا فيما أباح الشرع. وهذا يعني يحتاج إلى بسط في الكلام، ولكن يكفينا أن نعلم أن سلامة الصدر وترك الغيبة مما كان عليه السلف الصالح رحمه الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.